أجواء الممثلة عاشتها كل أقاليمنا الجنوبية. النموذج من مدينتي كلميم والعيون، ونتابع كيف تفاعلت جماهير المدينتين مع نتيجة الفوز التي حققها المنتخب الوطني في ورقة محمد بن زركا. بعد فوز المنتخب الوطني والتأهل لدور الربع، شوارع بوابة الصحراء المغربية وساكنة مدينة كلميم خرجت للتعبير عن نشوتها، سعادتها وفرحتها، حاملة الأعلام الوطنية ومتغنية بالنشيد الوطني والشعار الخالد للمملكة: الله، الوطن، الملك. قتاليه بواحد الروح اللي فقدناها شحال هذه السنين، وحنا ديما كنخرجوا من الدور الاول، ولكن اليوم ربحنا الحمد لله وفرحونا وشحال هذه وما خرجوش الجماهير للشارع، واليوم الحمد لله خرجونا. المنتخب الوطني المغربي من الاقاليم الجنوبيه من مدينه كلميم، تحيه لخويا بوصفة، العز اخويا بوصفة على التهاني اللي قدمتي لينا والوجه اللي حمرتي لينا. عاش المغرب، عاش المغرب، عاش الملك والصحراء المغربيه. انتصرنا وتاهلنا للدور الثاني، وان شاء الله يفرحونا مزيان، وراه اللعابه داروا اللي في جهدهم. هذه هي الروح القتاليه اللي بغينا منهم، وان شاء الله النهايه، ان شاء الله النهايه نوصلوا لها ان شاء الله. لكم احنا الحمد لله فرحانين اليوم بفوز ديال المنتخب الوطني المغربي وسط هذه الاجواء البارده. الفوز دفى كما كتشوفوا الاجواء في هذه الاجواء الاحتفاليه. لا ننكر الدور الذي قام به اللاعب بوصفة ابن المنطقة، له دور كبير في هذا الفوز، خصوصا المقابلة الثانية اللي كان عنده واحد الدور كبير، وعطى تمريرات يعني تمريرات أدت إلى نقول الأهداف كاملة يعني كان وراءها. ومن كلميم نحو العيون، عيون ساكنة المدينة التي تابعت المباراة وبشغف كبير. وبعد الانتصار المستحق للعناصر الوطنية، عبرت ساكنة مدينة العيون ومن قلب الصحراء المغربية عن فرحتها، بهجتها، سعادتها بهذا الفوز والتأهل لدور الربع، متمنية حمل كأس الأمم الإفريقية من قلب إفريقيا نحو المملكة المغربية. المنتخب ديالنا اليوم حمر لينا الوجه ديالنا وانتصر وتأهل ان شاء الله، وحنا معاه حتى لافان. والله ينصر المغرب، والله ينصر المغاربه. بغينا مازال المنتخب يزيد في اللعب ديالو، وكنشكروا كاع اللعابه اللي لعبوا بكل روح رياضيه. جزاكم الله خير وربنا يوفقكم ان شاء الله. النصر لكم السوداني والمغرب 100%. يلاه حياكم الله. نشجعوا بالشجاعه بتاعنا ونطلبوا الله يربحها في كل مباراه. احنا سعداء بهذا الفوز هذا اللي حقق المنتخب الوطني اليوم، اللي من سنه 2004 وحنا كنعيشوا على حلم منتخب، كنا كنتمنوا يكونوا عندنا لاعبين وعندنا منتخب ينشر الفرحه في المغرب بهالطريقه هذه اللي شفنا اليوم. وحنا كيف جميع متتبعي المنتخب الوطني، نحن جد سعداء بهذه النتيجه. املنا كبير في اللاعبين، نتمنى ويواصلوا بنفس الطريقة، بنفس النهج، بنفس القتالية، لأن الآن الطموح ديالنا كبر ولينا طامعين أننا نكونوا في البوديوم. لما لا، لتتواصل الفرحة والسعادة العارمة حتى آخر ساعات الليل بمناطقنا الصحراوية بعد هذا الإنجاز الكبير للمنتخب الوطني.